الهند كانت الوجهة الرابعة تقريبا من عقب ما خلصنا من بعض الدول. المهم وصلنا الحدود الباكستان الهندية متأخرين، فبتنا الليلة هناك. فمن الملاحظ أو الشيء اللي شفناه ولافت للنظر أن الحدود الهندية الباكستانية تسكر وتفتح في أوقات معينة، تسكر الساعة 6 المغرب مع المغرب تقريبا، وتفتح بحدود 10 الصبح. صكت الحدود في مراسيم عسكرية تتم هناك، في جنود باكستانيين من جهة وجنود الهنود من جهة ثانية، لأن الحد الفاصل بينهم طوفة. والباب الباكستاني أو خلينا نقول البوابة الباكستانية والبوابة الهندية بينهم شبر فتشة، ويسوون حركات عسكرية بنات بعض. إحنا نشوفها كأنه قاعد يغيظون بعض، بس حاطين مثلا مدرجات وناس تطالع يعني وتصور هذا، كأنه شو يعني، كأنه عرض. المهم أنه ثاني يوم دخلنا عقب ما شفنا العرض هذا الهند وعبرنا، على ما خلصنا الإجراءات شوي أخذت تقريبا ساعتين ونص. فشفنا عبور السياح أو الناس عموما بينه قليل جدا. كملنا الطريق، وصلنا بعض المدن اللي بالطريق، المدن الأولية في مقاطعة راجستان كانها كانت. فوصلنا مدينة شفنا الوضع ما هو سليم. ليش؟ شوارع فاضية، وهذا شيء يعني قلنا يمكن عادي، بس بعدين لا، شفنا سيارة محترقة هني، محل مكسر هالصوب وهذا، والأثر فيه عندهم مشاكل خلينا نقول مظاهرات وأعمال عنف بينهم الشرطة وغيرهم، عاد ما ندري. المهم قالوا لنا انحاشوا أو افلتوا من المنطقة هذه، وهذا اللي حصل وطلعنا. فكملنا إلى قبل دلهي، فما وصلنا دلهي، كانت الخطة أن نوصل دلهي بنفس يوم، بس ما قدرنا وسبها اللي صار بالطريق. وصلنا دلهي، طبعا دلهي مدينة كبيرة، في دلهي في نيو دلهي ومتروسة آثار وكل شيء، ولكن زحمتها غير طبيعية. حتى يعني كنا محظوظين، ما أدري ممكن واكتين مكان ضيج وهذا، دلون السفارة الكويتية، دلون السفارة الكويتية، لأن كانت وجهتنا أن أول شيء أول ما نطب العاصمة نروح السفارة الكويتية، وهذا اللي حصل. ووصلنا، والله ما قصر هذا واحد منهم، راي دراجة وتبرع، وصلنا لباب السفارة. بالسفارة اتفقنا وكل شيء وخلصنا وحجزنا الفندق، ما قصروا. المهم لا، بعدين ثاني يوم قلنا حين وين وجهتنا، مدينة أقرة. أقرة هذه اللي فيها تاج محل، طبعا معلم مشهور ومعروف وقديم وأثري، وايد حلو صراحة المكان. وهاي اللي صار على ما وصلنا له طبعا، وبتنا ليلة. ثاني يوم من الصبح مبكر احنا نزور المكان، مكان في تحس يعني مرتب هذا، وفي طبعا آثار الاستعمار وشنو سوى في بعض التحف الفنية الموجودة في أطواف التاج محل نفسه هذا، وطبعا كان في مسجد أمامه هذا. ومنها كملنا طريقنا أساسنا بنروح مدينة ثانية بعيدة، لوكناو هذه اسمها. بس اللي حصل إنه وصلنا مدينة والله ما أذكر اسمها. المهم علي على سيكله، يعني إحنا محظوظين إن سيكل وقتها كان في عنده ألارم، يعني يعطيك تحذير إن تارة عندك تاير فاش، يحددك بعد الدامي ولا الوراني. فالتاير والبرشة قاعد ينزل شوي قاعد بنشر، بس لحما بنشر مولية نقدر نمشي. شفنا التاير ولا في مسمار، الحين تعال عدل البنشر، وهذا بنشر تيوب للستاير، وسياكل هناك كلها توها أصغر من كذي وكلها بتيوبات. فقلنا نسأل لما وصلنا محل سيارات، وطلع الفني هذا يعرف يصلح، والله صلح لنا. وعلى ما خلصنا الإجراءات، وطبعا الهند يعني شو ممكن أنت غريب وسيكل أول مرة أشوفه بالحجم عود وشكله غريب، الناس فيها شغف التعرف أو خلينا نقول تعرف على الشيء الغريب، فتلقاهم يلمون على كلام. فتأخرنا بهالموضوع البنشر، بتنا ليلة بالطريق على ما وصلنا بعدين قريب يعني في مدينة قريبة. ومن المساعدات اللي تجيك يعني هذا، وأنت ماشي تسأل يجونك شباب على سياكل، والهند متروسة سياكل، فبس تقول له دلني على فندق يقول أنا وصلك على طول وما يبينك شيء. فجدا الشعب الهندي يعني صراحة يساعد ويحب يبادر حتى بالمساعدة.
من الشغلات الثانية الملاحظة يعني عندهم شوارع هايوي طرق ثلاث حارات وغير الأمور هذه، بس سبحان الله ازدحام على طول، حدنا 40-60 كيلو بالساعة نمشي، ليشنا كل شيء يمشي على الطريق، ليشنا في حقول يمين ويسار، فالناس كلها يعني اللي على يمشي على رولة مسلم الشارع هذا، اللي على قاري مسلم الشارع، اللي قاعد يجر عزك الله عنده حمار وساحب عربانة، ولا حتى بعارين يسحبون عربانات على هالطريق، وغير الشاحنات وغير السيارات وغير السياكل، فشيء يعني ما كنا متوقعينه، بس شفناه كذي فعلا يعني قلنا سبحان الله الهند من كثر ما علم فيها يعني أنفس، فشوارعها كلها متروسة ناس. ومن الملاحظة الثانية بعد حتى شفنا أن بعض الحقول لما يبون يشرون حبوبهم أو يشرون مزروعاتهم حق الأساس يجففونها، بعض المرات يأخذ حيز من شارع عندهم عادي، يعني ما حد يحاكيهم ولا شرط يقول شيل أغراضكم، فارش الأرضية على قار وحط كل مثل حبوب الذرة حبوب اللي هم القمح وغيره، واستمرنا بالطريق شوي شوي. طبعا لقينا بعد في اماكن فيها فيله على الشارع يمشون، وهذه الهند وصلناها طبعا يعني دخلناها من حدودها الباكستانيه اللي هي فاغابوند الى دلي الى لكناو، وكملنا الى الحدود الشرقيه اللي بالقرب من بوتان، كانت وجهتنا نروح بوتان بعدين بالتالي، فوصلنا هناك بالتالي عقب مسافة يعني مشينا ما أذكر مدة بالضبط، ولكن عدة أيام حوالي يمكن 5-6 أيام على ما وصلنا الحدود الشرقية أساس ندش بوتان. وبعد في شغلة ثانية شنو، إحنا متعودين المطر مع البرد، هناك مطرهم مع الحر، فأنت لابس لبسك لبس هذا وتبي تلبس ضد المطر ما تقدر، يعني هم حر وهم مبلل، فيعني هذا جو هم كان شوية من الصعوبات اللي واجهناها في طريقنا في الهند. صار في مكانين، مرة إعلام أعتقد ما أعتقد كان مرئي بس إذاعي لنا سووا مقابلة وكلموا معنا في الفندق وين رايحين وشنو وجهتنا وشنو رسالتنا، والمرة الثانية كانت لما جريدة وصحفية وقعد معنا وحطوا ونشرها بالصحف، فكانت رسالتنا ان احنا كفريق يعني كوكبنا المشترك، سميناها كوكبنا المشترك ليش؟ ليش ان اهمنا ان الكوكب هذا حق العالم كله، حق الانسانيه كلها، فاي شيء يصير في اي دوله من الدول حتى لو بعيده بتاثر على مثلا الكويت وغير الكويت، فاحنا المفروض نحافظ على بعض ونحافظ على علاقاتنا ونحافظ على خاصه البيئه وحمايه البيئه، لشان يعني تدرون اللي يخرب البيئه بجهه تاثيرها بياثر على الباجي والعكس صحيح. كل منطقه عندهم اكل خاص فيهم تقريبا، بس احنا دائما نطلب الرز وهذا، ونطلب مثلا اذا في شو اسمه سمك وغير الاكلات هذه. طبعا البهارات حدث ولا حرج، بعض المرات تتحملها بعض المرات ما تحملها، ولكن بالفنادق عموما يراعون خاصه لما تكون يعني سايح وهذا، فكانوا يراعون إن مثلاً يخفون من الحرارة وهذا، بس طبعاً إحنا نخاف الأكل بالطريق، نخاف منه وايد، ما نتعرض لأي شيء وإحنا ماشي بالطريق، واحد تحوش نزل مع ويلة سمع الله شيء، فبعض مرات نلجأ لمعلباتنا، كنا ماخذين شوية معلبات مو وايد يعني شيء بسيط، نضطر إن نستهلكه بالطريق، عندنا شولتنا الصغيرة والمعون صغير ومشي. الهند فعلاً كلها مزارع. وكلها مأهولة، يعني ما مرينا مكان ما في ناس، ما في مزرعة، قول أرض يعني فاضية على حسب خلينا نقول طريقنا اللي مشينا عليه، بس أنا شفت أفلام ثانية مثلا تبين لا والله في صحاري عندهم وريان والأمور هذه، بس الطريق احنا أخذناه لا والله كلها خضرة، كلها مزارع يزرعون يعني محاصيل زراعية لهم لأهاليهم، والخضرة متدرجة وفي أشجار، طبعا في الغابات ما شفنا غابات كثيفة غير أشجار كبيرة على حوالين الشارع يعني كخضرة، وحتى الجبال ما وصلنا لها لأن ما كانت وجهتنا أن نروح صوب الهيمالايا، كانت وجهتنا شنو أن نروح إلى مملكة بوتان، فبس نبي نعبر من غرب الهند إلى شرق الهند. الهند بالنسبة لنا كدراجين ومستخدمين الطريق شيء متعب، كان الطريق قطعنا إحنا بعد الله أعلم عن الطرق الثانية، الهند كبيرة غارة
تعتبر القارة الهندية. يعني يجوز في أماكن ثانية عندهم الوضع يختلف، بس قال لكم الطريق اللي احنا أخذنا هذا بالذات كان والله مزدحم طول الطريق، يعني ما كنا يعني بالعامي يعني السيكل ست غيارات ما نوصل السادس، بعد ما نوصل الخامس. عرفت قصدي؟ انت تصور نفسك ماشي من الحميدي الى الديره كله بس على غير الثاني او الثالث، وتخفف دايس وتخفف. فالطريق كان متعب، والجسور مزدحمه والقرى مزدحمه، وشنو الطرق تمر في قرى، والقرى عباره عن سوق، يعني من تمر شارع خلاص يمينك ويسارك كله سوق، فتدش بهالمعمعة الزحمة على ما تطلع منهم. مثلا الهند يسوى أن واحد يقضي فيها أسابيع بصراحة، من كثر ما سمعنا عن بنغلور مثلا في جنوب الهند وجبالها وخضرتها وناسها غير تقريبا يقولون يمدحونها وايد. قوة اللي على البحر، هم مناطق حلوة جميلة، يعني تسوى أن واحد يزورها. لا الهند فيها أماكن حلوة وتبي الأسابيع، انا اشوفها بالايام مو بس الطريق اللي قطعناه. صراحه احنا ما شفنا شيء، انا اعتبر ما شفت شيء من الهند لشيء بسيط جدا. شمال الهند كشمير والهملايا في شباب راحوا هناك، لا مناطق عجيبه كخضره وماي وطبيعه ونظافه، لا ممتازه كانت هناك، كانت ممتازه على كلامهم شباب.